إنشاء فرق من مفتشي العمل تختص في مكافحة عدم التصريح بالعمال هو ما أمرت به المفتشية العامة للعمل، وهو إجراء اعتبره مفتشو العمل تقييداً لمهامهم. إنشاء فرق من أجل مراقبة التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي فقط، وإبعاده عن مراقبة باقي المجالات التي من بينها الوقاية من الأخطار المهنية في العمل، الوقاية من النزاعات الجماعية، محاربة تشغيل القصر، العمالة الأجنبية إلى آخره. تقليص مجالات المراقبة والتفتيش بناء على هذا الإجراء وحصرها في مهمة مكافحة عدم التصريح بالعمال يعد تدخلا في صلاحيات هيئة الضمان الاجتماعي حسب مفتشي العمل. كتحسين ظروف العمل المادية والبشرية، مفتشي العمل للعمل بسحب هذه التعليمات بشكل نهائي أو اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغائها في حالة عدم سحبها. توفير الإمكانيات المادية وتمديد الصلاحيات التي تخول لهم القيام بهذه المهمة هو ما طالب به مفتشو العمل.